رسميا رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بنفسه يتدخل بقضية علي جاسم ويساعد رئيس الاتحاد عدنان درجات. هذا الخبر راح نتكلم به بالتفاصيل يا شباب، لان كلش مهم هذا الخبر. وايضا عندنا الصحف الكورية ايضا تعيد النظر بمنتخبنا العراقي وتختار المنافس الحقيقي لكوريا على المركز الاول بالتصفيات. وايضا راح نعطيكم بشكل سريع موعد وصول الثلاث المحترف بالدوري الهولندي دانيال السعيد وحسين علي وزيدان اقبال. كل هاي الاخبار المهمة راح نتكلم بها بالتفاصيل ان شاء الله. اشترك بالقناة وادعمني باللايك حتى نستمر اكثر واكثر. السلام عليكم حبايب قلب، انا رضا حبيب، حياكم الله. رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بنفسه يتدخل لحل قضية علي جاسم وايضا يساعد رئيس الاتحاد عدنان درجال. هذا الكلام يا حبيبي اللي سمعته بداية الفيديو هو صحيح 100%. رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وعدنان درجال تدخلوا لحل مشكلة الدخول مع الجانب الإيطالي، وتدخلوا لحل أزمة التأشيرة من أجل حل مشكلة تأشيرة الدخول الخاصة باللاعب علي جاسم ليستطيع التواجد مع فريق جديد قبل الجولة الأولى من بداية الدور الإيطالي. تدخل حلو الصراحة يستحق الثناء من رئيس الوزراء، وأيضا تدخل حلو من عدنان درجال. طبعا درجال ما تدخل لا يا شباب، هو اصلا ويا اللاعب خطوه بخطوه حتى يكمل كل شيء للاعب ويسافر على اللاعب بسلام. الحل بالموضوع يا حبايب قلبه هاي ما صايره من قبل بالعراق، جاي نشوف الكل تريد الاحتراف للاعب علي جاسم، كلها والله العظيم سواء رياضيين او مو رياضيين او اعضاء بالبرلمان الكل داعمه والطالب باحتراف اللاعب علي جاسم، وهاي يا شباب يردونه قبل الجوله الاولى حتى يلعب بافتتاح المباريات امام نادي يوفنتوس كبير ايطاليا. كلها دخلت لحل مشكلة التأشيرة ودخول علي لدولة إيطاليا بشكل رسمي والانضمام لنادي كومو. هاي كلها قبل الجولة الأولى يردوها حبايبنا بالعراق. المهم يا شباب المصدر أكد أن بال72 ساعة القادمة علي جاسم راح يكون بإيطاليا إن شاء الله بعد حل مشكلته وبعد إشراف خاص من رئيس الوزراء وعدنان درجات. هي ما انحلت بشكل رسمي يا شباب، بس المصدر اكد محمد شيع السوداني ودرجال جاي يسعون بشكل كبير حتى يوصل اللاعب قبل الجوله الاولى امام نادي يوفنتوس اللي راح يلعب نادي كومو افتتاح مبارياته بالدوري امام يوفنتوس كبير الدوري الايطالي. يعني مو بس علي الحمادي راح يلعب ضد ليفربول يا حبايب قلبي، لا عندنا ايضا قمه كرويه ان شاء الله راح يلحق عليها علي جاسم ويشترك بالمباراه امام يوفنتوس اللي حارز ابطال اوروبا، ويعني ما يستوجب انه اصلا نتكلم عليه، الكل تعرفه النادي. ان شاء الله بال72 ساعه الامر محسوم وعلي واصل لايطاليا بسلام، وراح نبقى مواكبين الاحداث ونخليكم على بينه اول باول. المهم يا شباب خلونا نجي للخبر الثاني المهم. واخيرا يا شباب كل من راح يعرف نفسه بمجموعه العراق المؤهله لكاس العالم. هسه تقول لي شلون يرضى؟ باي يا حبيبي تعال خلي اشوفك يا حبيبي الصحف الكوريه ايش نشرت عن منتخبنا الوطني العراق. الصحف الكوريه اضافت الكلام الاتي: العراق هو المنافس المباشر لكوريا الجنوبيه على صداره المجموعه المؤهله لكاس العالم، وهو اكثر المنتخبات استقرارا بالمجموعه منذ عامين. هذا كان يا شباب كلام الصحف الكورية عن العراق، دارسين كل شيء صراحة، كل الأمور عن منتخبنا الوطن العراقي دارسينه وبشكل صحيح. هذا الكلام يا شباب يبين أنه كوريا ما عندها استقرار، وهي أكيد ما عندها استقرار، والدليل خلوا مدرب وقتيا بالتصفيات. هاي نقطة جدا مهمة وراح يستغلها مو بس العراق، جميع منتخباتنا الموجودة بالمجموعة. والكل شاف ايضا اداء كوريا بكاس اسيا الاخيره مختلف لعبه بشكل كبير جدا، يعني مو كوريا المنتخب المرعب مثل قبل. لا يا حبايب قلبي حاليا وضعهم مو مستقر ويقدر منتخبنا ينافسهم على المركز الاول المؤهل لكاس العالم. ومو شيء صعب، كل شيء يقدر عليه منتخبنا وكل شيء نقدر نسويه. لحد الان تدرون يا شباب منتخبات مجموعتنا استعداداتهم افضل من كوريا، كلهم لعبوا مباريات ومعسكرات على مستوى عالي جدا، يعني راح نشوف يا شباب المنتخبات العربيه بشكل افضل وبشكل كبير بالاداء. طبعا هسه راح تقولوا لي يا رضا عاد احنا هسه منتخبنا اللي لعب ودخل معسكرات، انا وياكم بهاي الصراحه، بس لاعبين المحترفين جاهزين ولاعبين المحليين ينتظرهم معسكر يوم 25، وكاساس لا تخافون عليه يا شباب، نقدر الله وكيلكم ناخذ المركز الاول وبكل سهوله، واحنا عندنا لعبتين ترى نوعا ما نقدر يعني نقول عليهن سهله، بس شوي منتخب عمان يعني نوعا ما عنيد دائما يكون امام منتخبنا الوطني. المهم يا شباب فهاي المنتخبات العربية راح تقدم وتلعب وتسوي فارق كبير امام كوريا وامام اي منتخب موجود بالمجموعة، لان استعداداتهم الصراحة كلش قوية وعلى مستوى عالي،
وراح نعطيكم يا شباب موعد وصول لاعب من المحترفين في هولندا. طبعا حسب انتهاء مبارياتهم قبل التوقف الدولي راح نرتبهم. هم ثلاث لواعب ومعروفين، اللاعب دانيال السعيد وحسين علي يوم 1/9 يكونون متفرغين ان شاء الله ويتوجهون الى ارض البصرة. اما زيدان اقبال يتوجه يوم 2/9 الى البصرة لان عنده مباراة يوم 1/9 وبهالحالة ما يستطيع المجيء مع سيان ودانيلو. مباراة يوم 5/9 العراق ضد عمان في ملعب البصرة الدولي، ويوم 10/9 العراق ضد الكويت في ارض الكويت. هاي انا تكلمت لكم يا شباب فقط عن الثلاثي المحترف بالدور الهولندي، اما البقية حسب انتهاء اخر مباراة قبل التوقف الدولي راح يتوجهون مباشرة للبصرة. طبعا راح تسألوني ايش مدرك دانيلو وحسين علي وزيدان اقبال موجودين بالقائمة النهائية، اما زيدان بالله هسه نقول انه موجود ويستحق، حسين علي نفس الشيء، بس دانيلو غايب هواي عن المنتخب. باي يا حبيبي انا اعتمدت عن عدة امور واهمها تواصل كاساس المستمر بذول اللاعبين واستدعاء دانيلو من قبل مرتين، وتواصل من جديد كاساس ويا اللاعب وينطي حافز للعودة للمنتخب الوطني، والكل شاف اداء دانيلو بعد رجوعه من الاصابة اختلف 180 درجة تقريبا. ولا تنسون افضل لاعبين من ناحية التدريبات والاستعدادات وظهورهم الجيد وانديتهم باول مباراة، يعني ما عدا حسين علي اللي ما شارك بالمباراة. هم دول الثلاثي يا شباب اكثر جاهزيه عندنا حاليا، اتحدى شخص ينطيني اداء او معسكر او تدريب ما شاركوا به، ما عدا طبعا حسين علي ترك نص المعسكر مع نادي هيرنفين وراح التحق بالاولمبي في بطوله الاولمبياد. خاصه دانيل يا شباب لعب كل مباريات فريق الوديه وشارك بكل التدريبات وشارك بالمعسكر ايضا، وشفنا المدرب ايش قد معتمد على دانيل بشكل كبير وظل يحور باللاعب بأكثر من مركز. هذول أفضل لاعبين عندنا حاليا يا شباب، احنا طبعا ما نقص من البقية بس جاهزيا هذول اللاعبين ماخذين الأنظار بالجاهزية التامة، والكل تابعهم بآخر فترة معسكراتهم مبارياتهم، وانتو تشوفون يا شباب احنا شقد ننشر بخصوص حسين ودانيلو زيدان، لان يومية لعبة يومية معسكر يومية تدريبات يومية مباريات فننقل كل شيء. اما البقية لا يا شباب، الكل يعني كل نادي اكتفى بمعسكر واحد او مباراة واحدة او مباراتين بهيج شيء يا شباب، احنا ننقل الاخبار حسب اللاعب وناديه ومعسكراته ومبارياته وجاهزيته، واضح يا شباب؟ وحتى زيدان اقبال يا شباب قبل الاولمبياد هو كان يتدرب تحت قياده مدرب خاص ورجع شارك وي معسكر فريقه بعد عدم مشاركته بالاولمبياد، فهذول يا شباب صدقوني ما حد ينافسهم مشاركتهم وحضورهم بالمنتخب الوطني الشهر المقبل. وايضا ننتظر من بقية لاعبين الكثير سواء المحترفين البقية او المحليين اللي ينتظرهم معسكر في الدوحة، والبعض ايضا راح تبدي دورياتهم مثل علي الحمادي وعلي جاسم وغيرهم، هواي عندنا لاعبين محترفين نتمنى منهم جاهزية عالية، ورانا تصفيات مهمة وطويلة تريد لاعبين وتريد اكثر من تشكيلة، لا سامح الله تكون عندنا اصابة فكاساس عند البديل ما راح يظل حائر، ونريد نحقق حلم طبعا التأهل لكأس العالم. المهم يا شباب هاي كانت اهم الاخبار لهذا الفيديو، اتمنى اذا اول مره تشوفني تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تجي يعني نستمر اكثر واكثر، اشوفكم في فيديو وخبر جديد، مع السلامه.